السلام عليكم. اليوم نتكلموا على مشروع النفقين اللي رانا نشوفوا فيهم هنا في الصورة، واللي يقع في مدينة شرقة. وهذا زوج أنفاق متتالية، واحد بطول 400 متر والآخر بطول 250 متر، واللي يعتبر يعني سيدي تريمي. انا اشوف الشكل النهائي نتاع المشروع هذا. اذا هذا المشروع اللي راح قيد الانشاء ببلديه شراقه، ونشوف اجزاء من اشغال هذه اللي حسب يعني الصور اللي عندنا تقرب حوالي 70% او اكثر من ذلك، حيث انه الجزء نتاع الهندسه المدنيه يعتبر مكتمل. تبقى التزفية الأرضية وتاع الطرقات، وهذا النفق يعني الأنفاق هذه زوج أنفاق يعني بدأت الأشغال بتاعها عندها تقريب يعني حوالي عام، يعني مدة 12 شهر انت يعني الأشغال تقرب من النهاية نتاعها في ظرف وجيز، وهذا شيء جيد يعني ننوه به يعني السرعة في الأشغال، لأنه المنطقة حساسة جدا لكثرة يعني عبور السيارات في هذه المنطقة، وسوف يسمح هذا النفق أو هذه الأنفاق بتفادي مدينة شرقة، الاكتظاف على شرقة والولوج مباشرة نحو عين بنيان ونحو طريق السيار نتاع زيرالدا. إذا بعض الشيء إيجابي ينضاف إلى يعني شبكة الطرقات في ولاية الجزائر. ونخليكم تكملوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.